النادي الأهلي يستقر على الصفقة الصيفية الأولى. مشاهدينا ومتابعينا الكرام في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية ما تنساش عزيزي المشاهد الاشتراك في القناة وتفعيل رمز الجرس علشان توصلك كل أخبارنا الجديدة. استقر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أولى الصفقات الصيفية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك في إطار خطة دعم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعدادا للموسم الكروي الجديد. وفي ضوء ذلك أكدت مصادر إعلامية عن استقرار النادي الأهلي على عودة أحمد ياسر ريال من أجل دعم الخط الأمامي للنادي الأهلي خلال الفترة القادمة. وأكدت المصادر داخل النادي الأهلي أن إدارة النادي الأهلي تراجعت عن التعاقد مع أحمد عاطف مهاجم فريق فيوتشر بعد تراجع أداء اللاعب خلال الفترة الأخيرة في بطولة الدوري المصري الممتاز، وجاء قرار عودة أحمد ياسر ريان إلى صفوف النادي الأهلي بعد تراجع مستوى المهاجمين بالفريق مثل محمد شريف وحسام حسن وبرسيتاو. لذلك فضلت إدارة النادي الأهلي عودة أحمد ياسر ريان على التعاقد مع أحمد عاطف مهاجم فيوتشر. وكان أحمد ياسر ريان قد عاد إلى صفوف النادي الأهلي خلال الفترة الماضية بعد انتهاء إعارته من صفوف فريق التاي التركي، لكنه لا يستطيع المشاركة مع النادي الأهلي إلا في الموسم الرياضي الجديد. كما أكدت تقارير صحفية عن دخول كريم نيدفيد لاعب فيوتشر ومحمد مغربي المعار إلى الدورة التشيكي في حسابات النادي الأهلي من أجل العودة في ظل حاجة الفريق للاعبين ذات إمكانيات عالية وكفاءة كبيرة. وبناء على ذلك طلب النادي الأهلي من سواريش متابعتهم بشكل جيد وتقييمهم واتخاذ قراره النهائي بشأن عودتهم لصفوف الفريق من جديد. ويتبقى لكريم نيدفيد لاعب النادي الأهلي المعار إلى فيوتشر موسم آخر في إعارته مع فيوتشر، بينما يحق للنادي الأهلي في أي وقت قطع إعارة اللاعب محمد مغربي والعودة إلى صفوف النادي الأهلي. وفي نهاية هذا الفيديو لا تنسى عزيزي المشاهد دعمنا بلايك وشير للفيديو، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.